اهلا وسهلا. مرحبا. اهلي. شبك مو على بعضك؟ انا ما بقى فيني كمل، عن جد ما بقى فيني كمل. كل يوم بطلع من المدرسه بروح بعطي دروس خصوصي، وكل يوم بقول هذا اخر يوم، عن جد تعبت. انا بعرف انك كل يوم بترجعي عارفه حالك، بس انه فكرتك مبسوطه. ايه انا مبسوطه، يعني انه انا شغله بحبها وفخوره فيها، بس انتي ما بتتخيلي التدريس قديش شغله صعبه. عم تحكي لي الي؟ قلكني فصل واحد بالجامعه وقت رح تدرسه المعيده ما كملته، قلت لهم السلام عليكم، انا هيك ما عاد بلحق. وهي طلاب جامعه، فما بالك صغار. هلا اكيد طلاب الجامعه بضل التعامل معهم اسهل، ولو انهم بيتظارفوا وبيتصادموا ببعض الاوقات، بس معك حق، الصغار كثير حساسين. الصغار حساسين والمراهقين طايشين، والكبار صعبين. كله التدريس بده بني ادم خارق القدرات ليتحمله. عن جد الله يعينكم يا مخلوقه. ايه انا لهلا وقت بتذكر شو عامله باساتذتي بالثانوي والاعدادي، ايه بخجل من حالي. هي شو؟ انا كنت اشطر طالبه بالصف. بس ما دخل. شاطره ومو شاغبه. وانا كنت بالبكالوريا دريسه. بس كنت شعلوصه. كان عندي شله رفقات يا ويلي، كنا قايمين الدنيا وحاطينها، ما بنساها لهديك السنه. إلا هيك الله بلاكي بالتدريس، لتحسي بالانسات والاساتذه اللي كنت مشيبتيهم. يا اخي بتعرفي انا رحت على مدرستي سنه البكالوريا، كنا قاطعين للامتحان الاخير. كانوا هيك الانسات والاساتذه كلهم مجتمعين بغرفه الاداره دوام اداري، فتت وقعت الورقه من المديره ورحت بدي اطلع. وانا طالعه غص قلبي. رجعت التفت لعندهم وقلت لهم انه عن جد شكرا على كل شيء قدمتوا لنا اياه. وعلى كل غلاظه طلعت منه وانتم تحملتوها. بس والله نحن بنحبكم كثير ومقدرين كل شيء عملتوه كرمالنا. نيم احلاك تقبرني انا. صحة صغيرة بس لا واعية. دخلك هنن شو قالوا لك؟ المهم حبيبتي انت امشي هلا ولا بقى تفرجينا خلقتك. لا على فكرة كلهم ضحكوا لي وقالوا لي كمان انه نحن بنتحملكم، انتم مثل اولادنا، بنتحملكم بقلبنا وبعيوننا. لا تكبروا وتبيضوا لنا وشنا. يا اخو انت شو صار فيك اليوم؟ ما بتتخيلي، خجلت وضحكت ودموا عيوني اني عم ودعهم، وهنن قاموا كلهم ضموني وودعوني وقالوا لي اني تم يطلع عليهم على المدرسه، وقالوا لي انه بدهم يسمعوا مني اخبار حلوه بعد الفحص. يا الله ما احلاهم، قديشهم عظيمين، يعني صار لهم عمر وسنين عم يتحملوا هالطلاب. ايه انا فصل واحد بالجامعه ما قدرت اتحمله مع هالطلاب، وانت سنه سقطتي امام جيش من الاطفال. ايه الصغار بدك تحس بكل كلمه وكل حركه وتصرف معهم. يعني هيك بتحسيهم لساتهم هشين، اي تصرف ممكن ياثر عليهم. انا في موقف صاير معي من انسى من وقت ما كنت صف اول لهلا ما بيروح من بالي، ولساتني متذكرته ومستحيل انساه. ايوه يعني مشان هيك انت بتضلي خايفه انك تجرحي لك مشاعر شي ولد. ايه تخيلي بعد كل هالتعب يكبر وما يضل بذاكرته غير موقف بشع مني مأثر فيه. ايه والله بحس دوري بالتربيه مركز اكثر من التعليم. ايه والله نيالن على هالانسى. تعرفي مع انه على ايامنا ما كان فيه المراعاة، بس لهلا بتذكر انساتي بالاعدادي، يا الله شو كانوا طيبين وحنونين، تحسيهم امهات، ولهلا بتواصل معهم، كل سنه بعيدهم على عيد المعلم. على فكره بلاقوها قد الدنيا، بعرف من الفصاعين اللي عندي، شو ما كانوا عاملين اذا بيكونوا مطققين قلبي، والله بكلمتين بيضحكوا علي، هيك قلبي بدوب. يا حبيبي انا المعلم مرهف المشاعر اللي بدرس الاولاد الكتاكيت التعب. كل عام وانت بقلب خير. ونحن بخير، ونحن بخير. انا مثل ما لي شايفتك، بس تخلصي الماستر تبعك رح ترجعي للتدريس. اي والله بدي ارجع. بتعرفي هالقرود يلي درستهم في كثير منهم لهلا بيحاكوني شي ليسالوا علي، وشي بيكون عندهم بعض الامور مو فهمانينها بالابحاث تبعتهم بساعدهم فيها. كثير بنبسط انهم هلا بيتذكروني. ايه اكيد، لانك كنتي تدرسيهم من كل قلبي. لهلا بتذكر وقت كنتي ترجعي كيفك تغوصي بالمراجع بس لتلاقي حل لحدا سألك سؤال انتي ما عندك جوابه، اكيد رح يسألوكي لانك ما بتبخلي عليهم بولا معلومه. يا الله يا ديما، كثير حلو شعور وقت بتحسي انه معلومتك وصلت للطالب المتحمس يلي عن جد بده يتعلم. يا اختي التدريس حلو، اعظم شغله بالبشريه. كثير حلو. عن جد معك حق. حتى لو عوفك حالك. حتى لو بحلك صوتي. حتى لو طالعوك عم طولك. حتى لو فقعوا لك مرارتك. حتى لو فقعوا لك كلمة.